بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يستفسر عن الآية الكريمة هذا الأخ، يقول في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن العباد لهم ذنوب كثيرة ولهم سيئات ومخالفات، فلو يؤاخذهم الله جل وعلا بذنوبهم وسيئاتهم ويعاقبهم بها ما بقي على الأرض ما يدب عليها من الآدميين وغيرهم، لأن العقوبة إذا نزلت تعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو ويتجاوز ويؤخر العقوبة إلى أجل مسمى، يعني معلوم، يعلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجلهم الذي قدره الله لهم وحانت نهايتهم، فإن الله سبحانه وتعالى كان بعباده بصيرا، يعلم ما كسبوا، وهو سبحانه وتعالى إما أن يعذبهم بذنوبهم وإما أن يعفو عنهم، فالأمر راجع إليه سبحانه وتعالى. فالآية تدل على عفو الله جل وعلا وعلى حلمه، وأنه لو يعاجل الناس بالعقوبة على ذنوبهم وسيئاتهم لهلك من على وجه الأرض. فالله جل وعلا يؤخرهم ولا يعاقبهم ويمهلهم، منهم من يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يصير إلى الله جل وعلا ولم يتب. الله جل وعلا بصير بعباده، إليه يرجع الأمر كله. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة زميلنا ناصر العتيبي على الشاشة قريبا، لمن أراد الاتصال بسماحة الشيخ صالح الفوزان. التليفون 011-442-83-13 011-442-83-13. نرجو أن تكون الأسئلة في محيطنا الشرعي وأن تكون مختصرة حتى نتمكن من الاستفادة من إجابات الشيخ. فضيلة الشيخ هذا يقول في سؤاله: من قرأ سورة الفاتحة 10 مرات على المريض فقد برئ المريض، هل ورد شيء في ذلك؟ نعم، صح في الحديث أن الفاتحة، سورة الفاتحة رقية،
صح أنها رقية، ومن أسمائها الرقية والكافية والفاتحة، ولكن هذا الحديث لا أعلم عنه شيئا، فالله أعلم. نعم. يقول السائل: شيخ، في كثرة الفتن والشرور في آخر الزمان، ما موقف المسلم من ذلك مأجور؟ موقف المسلم من الفتن أن يصبر ويتمسك بدينه ولا يتأثر بالفتن، بل يصبر على ذلك، على دينه، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث أنه في آخر الزمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، من شدة ما يلقى من الناس واللائمين والمخذلين والمستهزئين وغير ذلك، عليه أن يصبر على دينه. وربما يهدد أيضا بالعقوبة، ويهدد بما يكره، ولكنه يصبر ولا يتخلى عن دينه ولو أصابه ما أصابه. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. يقول هذا السائل: هل ورد حديث خير الأسماء ما حمد وعبد؟ لا، ما هو حديث هذا. الذي صح في الحديث: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. هذا الذي صح في الحديث. نعم. يقول لي بعض الزملاء يعانون من بعض الأمراض النفسية والبدنية، الشيخ هل تكفي الأوراد في ذلك لإزالة هذه الأمراض؟ بلا شك أن الأوراد فيها حماية وفيها علاج، ولكن مع هذا، مع الأوراد ومع الأدعية، يستعمل الطب المباح، تعالج عند الأطباء ويأخذ الأدوية المناسبة مع الدعاء مع الصبر، ولا يأخذ بجانب ويترك الجانب الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. مرة ثانية نذكر السادة بتليفون البرنامج 011-442-383 على الشاشة قريبا. الشيخ صالح هذا يقول: ما هي أشهر كتب الإمام النووي رحمه الله؟ أشهرها شرحه على صحيح مسلم، وأيضا من كتبه رياض الصالحين، ومن كتبه المجموع شرح المهذب، ولكنه لم يكمله، وهو موسوعة فقهية عظيمة، لو كمل لكان فيه علم غزير ومرجع وفير. نعم. من الأسئلة التي وردت يا شيخ: ما حكم الشخص الذي جمع صلاة الظهر والعصر من غير عذر يا شيخ؟ الجمع من غير عذر لا يصح، لا تصح صلاته. صلاته إن قدمها على وقتها فإنها لا تصح، وإن أخرها أيضا لا تصح إلا في وقتها. الجمع لا يجوز إلا لعذر، إما سفر، وإما مرض، وإما مطر أو وحل في الجمع بين العشاءين. نعم. يقول أيضا في فقرته هذه: يا شيخ، قرأت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا مطر. هذا الحديث من المتشابه الذي يرجع فيه إلى المفصل الذي يوضحه، فهو جمع لعذر بلا شك، إما مرض وإما مطر وإما سفر، فيحمل على الأحاديث التي تفصله وتبينه. وهكذا الشأن في كل حديث مشكل، فإنه يرجع في تفسيره إلى الأحاديث المفصلة
التي تشرحه وتوضحه. نعم. يا شيخ يقول في فقرة أخيرة في رسالته: هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان أم أنهما بمعنى واحد؟ هناك فرق. فالإسلام هو الأركان الظاهرة الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذا هو الإسلام وهو الأركان الظاهرة. وأما الإيمان فهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه أركان باطنة، ولا بد من اجتماع الإسلام والإيمان. فالإسلام لا يصح بدون إيمان، والإيمان لا يصح بدون إسلام. لا بد من الجمع بينهما ظاهرا وباطنا. نعم. نبدأ بالاتصالات ونأخذ أبو محمد من خميس مشيط. السلام عليكم أبو محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يخليك. عمر، أنا بالنسبة لي عملي باستغراق في خميس مشيط، أعمل في خميس مشيط في وظيفة حكومية، وأملك بيت ملك لي في جدة. فأحيانا إذا رحت جدة بعمر أنوي أنا في الخميس في خميس مشيط إني إذا رحت جدة إن شاء الله أبقى هناك يومين أو ثلاثة ثم أخذ عمرة. ما أدري بالنسبة للإحرام، هل أحرم من جدة إذا وصلت كون عندي بيت ملك هناك، أو أنه لازم الإحرام من الميقات، مع أن النية العمرة موجودة من وأنا في خميس مشيط؟ طيب اسمع الإجابة من الشيخ. بارك الله. يا أخي لابد أن تحرم من خميس من ميقات خميس مشيط، لا بد أن تحرم من ميقات هذه الجهة، ولا تؤخر الإحرام إلى أن تصل إلى جدة. وإن كان لك بيت فيها فإنك تحرم من الميقات الذي على طريقك، وهو يلملم، ميقات أهل اليمن، إن جئت من الساحل. وإن جئت من طريق الطائف تحرم من السير الكبير. نعم. السؤال الثاني يا أبو محمد. أبو محمد، طيب بارك الله فيك، لعله استمع إلى الإجابة. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحبهم وأن نحترمهم وأن نعتقد أنهم أفضل القرون، أنهم أفضل الأمة وأفضل القرون على الإطلاق، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين لقد رضي الله والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فحقهم علينا أن نحبهم ونجلهم وأن نحترمهم وأن نقتدي بهم وأن نعتقد أنهم خير القرون. نعم. جزاكم الله خير. معنا المتصل سليمان من الخرج. تفضل يا سليمان. السلام عليكم. ارفع صوتك. عليكم السلام. عندي سؤالين. تفضل ارفع الصوت شوي. السؤال الأول: إذا بقى طعم العصير في الحلق بعد الإمساك، بعد يعني الصوم، إذا بقي طعم العصير أو الطعام في حلقك فالفضه ولا تبتلعه. نعم. السؤال الثاني يا سليمان. طيب، شرح حديث أن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق ثوب، أسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نعم، على المسلم أن يجدد الإيمان في قلبه ويكثر من الطاعات والاستقامة، فإن الإيمان يزيد بالطاعة
وينقص بالمعصية. نعم. ورد في الآية الكريمة ادعوني استجب لكم. بعض المرات يقول السائل يا شيخ أدعو كثيرا ولا يستجاب، هل هذا خلل في عملي؟ أنت عليك الدعاء والإجابة على الله، قد يعجلها وقد يؤخرها لصالحك، فأنت عليك الدعاء، والدعاء هو أفضل أنواع العبادة، عليك من الإكثار من الدعاء، ولا تيأس ولا تكره إذا أخر الله الإجابة، ربما يكون تأخيرها خيرا لك، والله أعلم سبحانه وتعالى بمصالحك. نعم. يقول هل نقول للرجل بأنه مؤمن بمجرد اعتياده المسجد ومحافظته على الصلوات؟ نعم، نحن نشهد له بما نعلمه من أفعاله. الله جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فنحن نحكم له بالإيمان ظاهرا، وأما ما في القلب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول بالنسبة للاستعاذة بكلمات الله هل يجوز ذلك يا شيخ؟ نعم، يجوز الاستعانة بكلمات الله لأنها من صفاته، كلامه من صفاته سبحانه وتعالى، وتقول أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق كما ورد في الحديث. كلمة الله، هناك كلمات قرآنية وهناك كلمات قدرية، فأنت تستعيذ بها بالقدرية وبالقرآنية. نعم. تفضل أبو سلطان معنا على الخط. أبو سلطان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو سلطان قصر التلفزيون شوي لأن في تردد الآن، قصر التلفزيون شوي، قصر التلفزيون. طيب لان في خلل، لان نعتذر من الاخ. اقطع التلفون، اقطعه خلاص. طيب فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم، لا يجوز لنا أن نفتخر بعمل الأمم السابقة والذين سبقونا من الصحابة والتابعين والسلف الصالح، لأنها أعمالهم لهم، ويجب علينا أن نعمل نحن لأنفسنا ولا نتكل على عمل غيرنا. نعم. يقول السائل أبو أحمد يا شيخ، والدي شيخ كبير ومريض وفيه مرض لا يرجى برؤه، ولم يصم هذا الشهر السابق من رمضان، ماذا علينا؟ إذا كان يستطيع القضاء فإنه يقضي، ولو تأخر القضاء لا بأس، أما إذا كان ما يستطيع القضاء لا حاضرا ولا مستقبلا فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو نصف من الطعام. نعم. يقول الشيخ، ورد حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم، ورد حديث وإن كان فيه ضعف، وقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب من كتاب التوحيد، فقال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة هم عبد الله تقول أسأل، أنا مدرسة وأسأل عن زكاة الراتب الشهري في البنك فضيلة الشيخ. نعم، المال تزكيه سواء كان بيدها أو كان مودعا في البنك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. نعم. تقول السائلة يا شيخ صالح، نحن من سكان جدة، إذا دخلنا مكة بغير نية العمرة ثم قمنا مع أولادي بالطواف بالبيت، لا بأس بذلك، طواف بالبيت عند القدوم طيب،
كونهم يأخذون عمرة هذا أحسن. نعم يا شيخ. تقول إذا شكت المرأة في صلاتها فكيف يكون السجود، وهل يسمى حينئذ سجود الشك؟ نعم، إذا شك هل صلى صلاة كاملة أو ناقصة فإنه يأتي بما شك فيه، يأتي بما شك فيه من النقص ويسجد للسهو، إن شاء يسجد قبل السلام وإن شاء يسجد بعد السلام، ويسمى السجود للشك. فالسجود سجود السهو يكون إما عن زيادة وإما عن نقص في الصلاة وإما عن شك. نعم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، يقع كثيرا في وقتنا الحاضر أن يتزوج الرجل بالمرأة على مهر مقدم مثلا 1000 دينار والمؤخر 10,000 دينار، ثم يترك المؤخر زمنا طويلا لا يؤديه إلى الزوجة أو إلى أن يموت، فكيف الحال بالنسبة للزكاة؟ تزكيه هي، لأنه حق لها، دين لها في ذمته، وما دامت واثقة من حصولها عليه وأنه سيسدد لها فإنها تزكيه كل سنة. أما إذا كانت ما تثق أنه يأتيها، ربما أنه يماطل بها ولا يعطيها أو ما أشبه ذلك، فإنها تزكيه إذا قبضته عن سنة واحدة. نعم. أبو عبد الرحيم معنا على الخط، تفضل أبو عبد الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. فضلت الشيخ. تفضل سؤالك. نقاط الصيدليات، احنا نجي في الصيدليات يعطيك نقاط للبيع، ما أحلها بحرمة يا شيخ. النقاط التي تعطيها الصيدليات للمتردد أو الشاري يا فضيلة الشيخ. النقاب ما هو باللي تصرف الصيدليات، المرأة تنتقب يعني تستر وجهها، في تردد في الصوت. نعم خلاص نكتفي بالأخ السائل. نعم يا شيخ تفضل. نعم أجبنا على السؤال. طيب يا شيخ، فيه نقاط بعض الصيدليات تعطيها للمتردد اللي يأخذ الدواء وتقول ننقص لك في المرة الثانية وهكذا، هذا لا يجوز، لأنه يشبه تلقي الركبان، وهذا يحجب الزبائن عن الصيدليات الأخرى التي لا تبذل هذه الجائزة. نعم. السائل أبو عبد الله: بيع التورق هل هو جائز وما صفته؟ بيع التورق جائز، وذلك بأن يحتاج إلى نقود فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها، يقبضها ثم يبيعها على غير الداين ويرتفق بثمنها ويقضي حاجته، فإذا حل الأجل يسدد للداين. نعم يا شيخ. الشاب أو الشخص الذي يحتفظ بوضوئه لفترة طويلة ثم يصلي، هل يجزئ ذلك؟ نعم، ما دام لم ينتقض وضوءه فإنه يصلي فيه ما شاء من الفرائض والنوافل، وكونه يجدده للصلاة أحسن. نعم تفضل يا محمد من حفر الباطن. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، القاعدة تقول لا اجتهاد مع النص، ولكن إن وجد نص ضعيف فهل يعتمد على النص الضعيف بالإفتاء أم يجتهد العالم؟ شكرا يا أخي. هذا السؤال يوجه لمن هم أهل للاجتهاد، وهم كل أحد يجتهد ويقول لا اجتهاد مع النص، هذا من اختصاص العلماء الذين يحسنون الاجتهاد والاستنباط ويعرفون الأدلة صحة وضعفا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، عندي مزارع للقمح
فكيف تخرج الزكاة لمثل هذا القمح؟ القمح زكاته عند حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا على المزارع. وأما الذي عنده قمح يدخره للتجارة فإنه يزكيه كل سنة ما تمر عليه بأن يثمنه بما يساوي ويدفع ربع العشر. نعم، أحسن الله إليكم. وردنا هذا السؤال من مقيم بالرياض، يقول: يا شيخ، من كان قد ترك الصلاة لسنوات عديدة ثم عاد للمحافظة عليها بأوقاتها وأركانها، هل يعيد ما سبق أم تكفي التوبة؟ يقضي ما سبق، ما هو يعيد، يقضي ما سبق. بعض العلماء يقول لا، يقضي ما سبق إذا لم يكن جاحدا لوجوبها وإنما تركها تكاسلا فإنه يقضي ما سبق. والقول الراجح في هذا أنه يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل ولا يقضي ما فات، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. يسأل أبو عبد الله: يا شيخ، عن أفضل الذكر. أفضل الذكر القرآن، هو أفضل الذكر تلاوة القرآن، وكذلك سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بذنوبي، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. ناصر من بيشة له سؤالان، تفضل يا ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. السؤال الأول: ما منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ كما قال الله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا منهج الأنبياء. نعم. السؤال الثاني يا ناصر. السؤال الثاني بارك الله فيك: ما حكم إعطاء الطلبة درجات زيادة أو إعطاهم درجات وهم لا يستحقونها لكي ينجحون بهذه المادة؟ شكرا. لا يجوز هذا، هذا يخالف النظام وهذا غش، والمدرس يجب عليه يكون ناصحا ولا يغش ويعطي الطلاب درجات لا يستحقونها، ما يجوز هذا، وينجحهم وهم لم يستحقوا النجاح، هذا غش. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول لي: أخ ضعيف جدا وفي راتبه ويريد الزواج، هل أعطيه من زكاة مالي فأنا مدرسة؟ إذا كان يحتاج إلى الزواج ولا يستطيعه فإنه يساعد من الزكاة. نعم. تقول: شخص لا يصلي الفجر وهو زوجها إلا عند خروجه للعمل بالشركة، لا تصح صلاته، هذا ترك الصلاة وأخرجها عن وقتها متعمدا، ألا تصح صلاته، فعليه التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة في وقتها مع الجماعة. نعم. هذا الأخ سوداني مقيم بجدة يقول في الآية الكريمة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما المراد بهذه الآية؟ المراد بهذه الآية بيان الزمان الذي يصح الإحرام بالحج فيه، وهو في أشهر الحج، وهي معلومات: شهر شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، في أيها أحرم بالحج فإن إحرامه صحيح. نعم. يسأل السائل الشيخ أبو عماد يقول: من هم أصحاب الصفة؟ أصحاب الصفة وفقراء الصحابة الغرباء الذين يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليتعلموا منه ويسكنهم صلى الله عليه وسلم في صفة في المسجد، والصحابة يتبرعون لهم بالقوت والنفقة ضيافة لهم. نعم. محمد من الخبر، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. السلام. سؤالي هو: هل من يواصل جلوسه مع أهل المنكرات أثناء فعلهم للمنكر وبعد نصحه لهم ولم ينتهوا يأخذ مثل ذنب فعلهم للمنكر، أم يأثم بذنب الجلوس فقط؟ يحصل على إثمهم والجلوس معهم، والله جل وعلا نهى أن نجلس مع الذين بهذه الصفة، قال سبحانه وتعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز الجلوس مع أصحاب المعاصي الذين يباشرونها في مجلسهم، ولو كان نهاهم إذا لم يمتثلوا فيتجنبهم ويبتعد عنهم لئلا يصيبه الإثم الذي يلحقهم. نعم. هذا السائل يا شيخ يقول: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن التشاؤم، وهناك شيخ حديث الشؤم في ثلاثة: البيت والزوجة وأيضا الدابة، كيف الجمع بين ذلك؟ الجمع بين ذلك لا تنافي بينهما، فإن الله يخلق أعيانا شريرة، وهي الدابة أو المرأة أو البقعة، فيتجنب هذه الثلاث إذا رأى منها ما يكره يتجنبها، ومن باب الحمية ومن باب لا يصيبه الوسواس أيضا ويبتعد عنها، وأرض الله واسعة. نعم. تفضل يا طلال معنا على الخط. السلام عليكم أخوي. أبي أسأل الشيخ بس القرآن يصير أمسك يعني وأنا ماني على الوضوء؟ نعم، يعني أقرأ القرآن وأنا ماني على الوضوء. تقرأه من المصحف ولا عن ظهر قلب؟ لا أقرأ من المصحف، أمسك المصحف. لا، ما تمسك المصحف وأنت على غير وضوء. طيب يا شيخ بس في مسجد يعني وأنا علي قضاء، أقدر أصوم مسجد وبعدين قضاء؟ صم القضاء أولا، فإذا أكملت القضاء صم الست، إذا بقي من شوال. شكرا. لا، من صام رمضان وأنت ما صمت رمضان عليك قضاء. شكرا، بارك الله فيك. ما رأيكم يا شيخ صالح باختصار الفرح، فرح الزواج لبناتي؟ يقول: اقتصر ذلك على العائلة فقط والأقارب، ويكون أبرك من القصور ودوشاتها. لا بأس بذلك، بل هذا أحسن، وهو عدم الإسراف وعدم أن تقتصر على السنة، أن تقيم مثلا حفلة مختصرة وتجعل عشاء للحضور ليس فيه إسراف وليمة للزواج، هذا السنة. نعم. هذا مصري مقيم بالرياض أرسل بثلاثة أسئلة، يقول: السؤال الأول لسماحة الشيخ صالح الفوزان: هل هناك فرق بين قولنا العقيدة أو التوحيد، أو هما بمعنى واحد؟ هما بمعنى واحد، فالعقيدة هي التوحيد والتوحيد هو العقيدة. نعم. يقول: ورد كلمة الإخلاص في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، مخلصين له الدين، ما المعنى في ذلك مأجورين؟ مخلصين له الدين أي الدعاء، ادعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له الدعاء، لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا يكون فيه دعاء لغير الله. نعم. يقول يا شيخ في سؤاله الأخير: الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، ما المقصود بالمحجة البيضاء؟ ما فيه المحجة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، السنة المراد بها سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم، لأنها واضحة وبينة وعليها نور. نعم. سماحة الشيخ صالح، ونحن في نهاية حديثنا وبرنامجنا، جنودنا البواسل لهم جهود مباركة في حماية الثغور، ولهم منا الدعاء، فما الواجب علينا وما هو الدعاء المشروع لهم مأجورين؟ نعم، هؤلاء يؤدون واجبا عظيما، وهو حماية الثغور من تسلل الأعداء، فهم من المرابطين، والرباط في سبيل الله فيه أجر عظيم كما ورد في الأحاديث، فهم على ثغرة من الثغور العظيمة، ويرجى لهم الأجر الكبير، فعليهم أن يخلصوا النية لله عز وجل، وأن يصبروا على ما يصيبهم. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم. وفق الله جنودنا البواسل الذين يحمون الثغور، وأمدهم بالتوفيق والثبات والنصر المكين. شكرا لسماحة الشيخ صالح الفوزان على تفضله بإجابة الإخوة والأخوات، جزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على ما أجاب من أسئلة طرحناها على سماحته. كما أشكر زملائي الحقيقة في الاستوديو على هذا الترتيب والتنظيم لهذه الحلقة، أشكر زملائي أيضا في مكتبة الشيخ، ونشكر الجميع الذين أخرجوا هذه الحلقة. هذا زميلي ناصر العتيبي مخرج هذه الحلقة، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.